طيب خلونا نروح لأخبار المحافظات، لأن معانا أخبار كتيرة في محافظات الجمهورية المختلفة. نبدأ من محافظة سيناء اللي تم فيها تنفيذ مشروع إنشاء موقف لي أو موقف للسيارات بمدينة نخل بتكلفة بتصل لعشرين مليون جنيه. أما في محافظة كفر الشيخ فتم استلام الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحي لتوزيعها على المستحقين والمستفيدين. خلينا بقى نروح المنيا اللي فيها تم الإعلان عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة ل 43 ألف سيدة ضمن حملة حقك تنظمي. وفي المنوفية تم اعتماد النتيجة النهائية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية أعلن مركز ومدينة برج العرب عن تخصيص يوم الأربع من كل أسبوع لاشتراكات وتحصيل وتسليم رخص الإعلانات، وده تيسيراً على المواطنين بدلاً من التوجه للمركز النموذجي بمبنى المحافظة. في شمال سيناء بيشهد مركز ومدينة نخل تنفيذ مشروع إنشاء موقف عمومي للسيارات بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، ويهدف المشروع لربط مدينة نخل بالمدن المجاورة وتوفير وسيلة مواصلات لإنجاح التجمعات التنموية بمركز نخل في إطار اهتمام الدولة بتنمية سيناء. في قنا شهدت المحافظة حصاد محصول فول الصويا ضمن مشروع استصلاح وزراعة 1000 فدان تم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم وفول الصويا لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل. وبيأتي الهدف من زراعة فول الصويا والوصول لأعلى نسب من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحي البلدي الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 10 طن لحوم على الأسر المستحقة. في المنيا أعلنت المحافظة عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لحوالي 43,139 سيدة خلال الحملة التنشيطية حقك تنظمي بمرحلتيها، وده ضمن مبادرة أيامنا أحلى اللي بتنفذها وزارة الصحة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري لتقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة بالإدارات التعليمية المختلفة، وده في إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. في المنوفية اعتمدت المحافظة النتائج النهائية للمشروعات المشاركة في الدورة الثانية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بإجمالي 10 مشروعات متنوعة، وتم اختيارهم وفقاً للمعايير والاشتراطات عقب انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمال التقييم. في الشرقية شهدت المحافظة تنظيم معرض للمشغولات اليدوية لعرض منتجات المرأة الريفية بمركز فاقوس، وبيشمل ملابس جاهزة وشنط ومفروشات ومشغولات يدوية وأنتيكات وأدوات منزلية ومدرسية وصابون طبيعي ورسم حناء، فضلاً عن منتجات الألبان والمنتجات الزراعية.